قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. طب هل السنن تتداخل؟ بمعنى لو أراد أن يوتر مثلا أو يؤدي سنة من السنن ويريد أن وقد توضأ ويريد أن يصلي سنة الوضوء، هل تتداخل وتكفي صلاة واحدة؟ النوافل على نوعين المشروعة التي جاءت بها النصوص، نوافل مقصودة لذاتها مطلوبة كالرواتب والوتر وصلاة الضحى وما أشبه ذلك من الصلاة المطلوبة لذاتها. نعم. وصلوات مطلوبة لا لذاتها، إنما فيما إذا لم يكن صلاة فليصلي، مثل صلاة تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنا دخلت المسجد ضحى وأنا ما صليت الضحى وأردت أن أصلي الضحى، فهنا تكفير الضحى عن تحية المسجد، لأنه المطلوب ما هو؟ ألا أجلس حتى أصلي ركعتين. ولذلك لو دخل الإنسان والإمام يصلي الفريضة يصلي مع الإمام ثم لا يطلب منه صلاة ثانية، لماذا؟ لأنه المقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه ليست صلاة مقصودة لذاتها، إنما المقصود وجود الصلاة، جنس الصلاة، سواء كانت صلاة لها مشروعة بسبب آخر كصلاة الضحى كصلاة الرواتب، أو المقصود فإذا لم يكن صلاة مقصودة لذاتها صلاة مطلقا. نعم. وهذا مثلها أيضا في سنة الوضوء، فصلاة تحية المسجد وسنة الوضوء ليس مقصودين ذاتيهما، إنما المقصود أن يصلي بهذا الوضوء صلاة مفروضة أو مسنونة، والمقصود في تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كانت مفروضة أو مسنونة. بارك الله في فضيلة الشيخ.